لكن عبد الوهاب كان بيسمع مين وهو في البيت كده يحب يسمع لا مين؟ يسمع مين، ما بسمعش حد معين مطرب، كان بيسمع القرآن كتير قوي، وكان هو ساعات يسأل يقول مين اللي تعرفوه دلوقتي بيغني، نقول له فلان، يقول طب سمعوني مين ده كده يعني. لدرجة ان مرة احنا يعني بنحب برضو الاجنبي كنا والعربي يعني، بس بنحب الاجنبي قوي، فكان في مايكل جاكسون ده كان كان عامل مكسر الدنيا. مكسر الدنيا، واحنا بقى معجبين مايكل جاكسون، فكنت بيقول لي ايه بقى بتسمعي ايه، قلت له بسمع مايكل جاكسون على طول، قال لي طبعا انا عايز اسمعه، فجبت له كاسيت له وسمعه، قال عليه ايه؟ قال عليه ستايل يعني، هو قال طبعا يعني، قال لي ده بيعمل ايه، قلت له ده بيجنن العالم يعني، المسرح اللي بيخشه بيبقى فيه ملايين بيصوتوا، قال لي اكيد يبقى في حاجه، ما دام بيعمل كده يبقى في حاجه حلوه. بس فده كان رأيه ده في كان مايكل رايه. جاكسون. طب عايز اعرف، محمد عبد الوهاب هذا الرجل العظيم والفنان الكبير، اول ما بيفتح عينه بيعمل ايه؟ طقوسه، مواعيده؟ بياخد ما بيفطرش غير فنجان ينسون وبسكوتة، ويقوم طبعا لو هيخش بقى على الحمام ويغسل وشه ويغسل سنانه مش عارف ايه، ويطلع على الليفينج روم يقعد، الا لو عنده مثلا زيارة دكتور، الحاجة الوحيدة اللي تنزله يروح دكتور سنان مش عارف ايه، لو عنده اي تسجيل في استوديو بيروح بالليل. ايوه، ما بيفضلش بالنهار. لا النهار لا، في الاخر ايام ام كلثوم ما عمل لها كميه الالحان دي، كان ساعات البروفا كانت بتبقى في البيت، لكن هو الاول كان بيروح الاستوديو على البروفا كانت بتكون في بيت عبد الوهاب، في بيت عبد في الوهاب. بيتكم. لا احكي لي عن البروفا دي، شكلها عامل ولا ازاي؟ انا مره حضرتها مره واحده، طبعا موسيقيين حاطينهم يعني مفضيين حته كبيره وحاطين كراسي والموسيقيين، وهو بس انا يعني يومها ما شفتش سيده ام كلثوم، ما كنتش موجوده وهي موجوده، كان بيحفظ الفرقه. ايوه. بس بالحقيقه هو ليه مقطوعه مشهوره جدا، بروفا ليه مع الست ورده كمان، حاجه ذكرياتي. دي كانت كانت في كلمات حسين السيد والحان دكتور محمد عبد في يوم، الوهاب. لا مش في يوم وليله، ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي، هي يا انا منك يا حاجه كده. ذكرياتي. دكتور محمد عبد الوهاب معروف عنه انه كان شديد الدقه في جدا مواعيده، جدا، حتى في مواعيد الغداء والعشاء والفطار. لسه كنت بقول الحكايه دي بره، بالنسبه له المواعيد دي اساسيه، وعلمنا كده، كان بيتغدى في ميعاد حتى مظبوط ما بالثانية، يتغدى بالثانيه، حتى لما حد يديله ميعاد اتنين بالثانية هو يعني ميعاد لو غداء. ما انا لسه بحكي كنت بره، انا بقول ان هو مره واحد بيقول له بابي يعني بيساله بيقول له طب امتى، قال له ما بين 7 و8، قال له مفيش حاجة اسمها ما بين 7 و8 يا ابني، يعني ايه ما بين 7، لازم يكون في ميعاد بالثانية، هو بالثانية، حتى هو لدرجة انه كان يقدم ساعته عشان ما يتأخرش على مواعيده، يقدم ساعته. يقدم ساعته علشان مين فيكم طلع كده كلنا. ولا اتضايقتوا من لا بالعكس كلنا، وهو اللي علمنا كده، قالها لي مرة يعني مش عايز اقول تاني عشان قال لي مره اللي ما يحترمش ميعاده ما يبقاش محترم، قال هو لي كان مره يشوف كده. كده. كان بيشوف كده. دكتور محمد عبد الوهاب لو حد اتأخر عليه بيعمل ايه؟ بيقابله لا مش ولا لا؟ هيقابل، مش هيقابله. لا مش هيقابل. اكتر موقف ما تنساهوش الدكتور محمد عبد الوهاب وفي شبابك، في فترة في حياتك، بالنسبه لنا ولا بالنسبه لحد؟ بالنسبة لحضرتك، بالنسبة لاخواتك، العيلة يعني. يعني مش فاكرة حاجة قوية يعني هو أصله كان حتى لما يعمل لنا أي ريمارك ولا يقول لنا عايز يعمل لنا بهدوء جدا، وما فيش عنده، ما يخوفناش ما يتعصبش علينا، فيعني ايوه، مش فاكرة كان أبدا، شخصية هادية. جدا ما كانش بيمسك عصبي أعصابه جدا. يعني هذا الهدوء اللي كان ظاهر. دايما يقولوا الشخص اللي يبدو هادي بيكون عصبي جدا. لا هو ما كانش عصبي، بس كان لو زعل كفاية انه يبص لنا، بس بصته ترعب يعني، نعرف ان هو دلوقتي متضايق مننا من حاجة. فبيكون في قلق. فبنبقى عارفين، وبعدين يعني مش عايز اقول ان احنا عرفنا كل حاجة فيه بتضايقه في عمرنا ما عملناها. أيوه.
عشان ما كناش بنحب نزعله، ولو حاجة بسيطة بينده لي، بيكلمني منتهى الهدوء. ليه؟ أنا قلت لك مثلا مش عايز ده، يعني ليه تعمليه؟ واخد ودي معاه وبس. لما بيتكلم متضايق بيبقى يعني طريقته حازمه كده، ويبص لي بطريقه تخليني ما اعرفش انطق. يعني قالوا عن دكتور عبد الوهاب انه دقيق ولكنه صارم وصعب، والتعامل معاه كان فيه شده غير عاديه، الكلام ده صح لا ولا لا؟ مش صحيح، مش شده، هو كان دقيق وصارم بس مش شده غير طبيعيه، لا مش للدرجه دي، ايوه. لا خالص. هل لا، كان رجل حنون بشكل عام؟ اولا هو كان حنون وكان نبيه جدا، وكان عارف ان الواحد بيجي يعني هو في تفكيره ان الحاجه تيجي بالهدوء وبتاع احسن ما تبقى بالخناق والبتاع، يعني هتبقى اوحش، يعني ايوه الرياكشن هيبقى اوحش على اللي قدامه. ايوه فهو تمني كان حازم جدا لكن هادي جدا، وهو بيعمل اي حاجه او بيقول الله اي ملحوظه. ايوه